الجزائر تحتفل بالذكرى 60 لعيد النصر المؤرخ للاتفاق على وقف إطلاق النار بين الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية وحكومة الاحتلال الفرنسي بتاريخ 19 مارس 1962، بعد مفاوضات بين الطرفين عرفت باتفاقية إفيان، اتفاقيات جاءت تتويجا لكفاح مسلح شنه أبناء الشعب الجزائري من أجل الاستقلال. ولا يفوتني في هذه المناسبة أن أشيد بمن قادوا وساهموا في عملية المفاوضات. لم يقف شعب مثل ما وقف الشعب الجزائري في هذه الكلمة أمام مستعمر غادر وشرس ليقول للعالم ويقول للمستعمر: هذا ميثاقنا نضعه بين أيديكم، فإن أردتم حقن الدماء فتعالوا إلى مائدة المفاوضات. شرائح كبيرة من المجتمع الجزائري، وشرائح تمثل تقريبا ملايين من المجتمع الجزائري، كانت تستنى في هذا الشعب. هذه الشرائح هذه تتمثل في المساجين، في المعتقلين، في اللي يراهم في المحتشدات، في اللي يراهم في مراكز التجمع، في وراء الحدود لاجئين. حنكة المفاوض الجزائري تكمن أنه استطاع أن يفرض على المستعمر الفرنسي أدبيات الثورة التحريرية ليعترف له بسيادته التي أنكرها طيلة 132 سنة. بيان أو نوفمبر أرضية سومام، ثم قرارات مؤتمر طابوس الثاني والثالث، أي لا تفاوض على السيادة الوطنية، على الوحدة الترابية وعلى التمثيل، أن الممثل الرئيسي والشرعي للشعب الجزائري هي جبهة التحرير الوطني ممثلة في الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية. 19 مارس، ثمرة كفاح ونتاج مفاوضات كتبت نصرا سياسيا توج انتصارات أبطال في الجبال.